السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وخواتي، حياكم الله جميعا. سالفتنا اليوم سالفة براءة العراقية. وبراءة العراقية بنت عمرها 16 سنة، وتعتبر بهذا السن خلينا نقول صغيرة. براءة وهي ماشية هي ووالدتها بالموصل بالعراق في عام 2014، لما دخلت على المحكمة وكان في لها شغلة هي ووالدتها بالمحكمة، ويبدو انه تعرقلت امورهم، واذ بشاب بيجي عمره خلينا نقول 30 سنة. هذا الشاب تونسي، عرف عن نفسه قال اني ابو عمر، يا اختي شنو حاجتك، ايش بدك انتي؟ يحكي مع والدة براءة. قالت له والله حاجتنا هاي هي كذا وكذا. قال اعطيني الاوراق. اخذ الاوراق واعطاها لشخص بجنبه، وراح هذا الشخص، وخلال 5 دقائق كانت اوراق ام براءة جاهزة. يوم جاب الأوراق قال لها خلاص. فهنا استغربت أم براءة، يعني السرعة اللي مشت بيها، يمكن هي صار لها أيام ما قضت الشغل. فقالت له الله يعطيك العافية، جزاك الله خير. قال لها لا، أني راح أوصلش على البيت. ونزلت أم براءة وبراءة معاها، وأخذهم بالسيارة على بيتهم. ليوم وصل على البيت قالها منو عندكم بالبيت؟ كأنه كان بده ينزل أو بده يتعرف على البيت. قالت لي والله ما في حدا، زوجك؟ قالت والله زوجي متوفي. قالها يعني أنتي أرملة؟ قالت له نعم أنا أرملة. وهاي البنت اللي معاش؟ قالت هاي بنتي براءة. قال لها خير ان شاء الله، اعطيني اوراقك وثبوتياتك مشان اسوي لكم راتب او شبه اعانة لانه هي ارملة. وفعلا ام براءة ما كذبت خبر، شالت اوراقها، دفتر العائلة او كذا شيء يثبت، وعطته لابو عمر. وابو عمر مثل ما قلنا تونسي. هنا أخذ الأوراق، وإذ ثاني يوم تجي معونات الأم براءة، واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده، يعني إعانات من كل جهة صارت تجيها، مؤن غذائية وغيره. فبدأ هنا إجا أبو عمر عليها بيوم المساء، قالها موجود حدا؟ قالت إيه موجود ابني، واللي اسمه خالد، عمره تقريبا شي 13 أو 14 سنة. فهنا مشان ما يدخلوا في نساء فقط، في شاب موجود بالبيت، دخل أبو عمر وبدأ يتعرف على عائلة، وطبعا يتعرف على براءة. فكانوا يتعرفون على بعض. ما كانت براءة تدرك هي ايش قاعدة تسوي، ولا كانت تدرك أنه هي قاعد تحكي مع منو، وش راح يسوي بيها هذا الشخص. خلينا نشوف اخواني، بس حاب اذكركم باللايك والاشتراك، الله يرحم والديكم. بعد فترة ايام خلينا نقول 10-15 يوم، تزوجوا ابو عمر وبراءة. وطبعا اخواني هنا ما انتم مو جايين تسمعون شلون تقدم لها، وقالوا انطينا اسبوع تنفكر، وخالها اعترض، وعمها مدري ايش سوى. انتم مو جايين تسمعون تفاصيل الزواج. خلاص تزوجوا من الاخر. بعد فترة حوالي 2-3 شهور بدأت الامور تثير الشك عند براءة اللي هي موجودة ببيت زوجها ابو عمر. فكانت تقول لامها اني حاس انه في شيء بحياة هذا الشخص. وطبعا هي مثل ما قلنا صغيرة،
وما هي مدركة تماما، أو خلينا نقول عندها حس ما بوليسي أو كذا، لا، على نياتها. ولكن اللي كان يثير براءة أنه هذا أبو عمر بالليل فجأة يقوم يروح يفتح غرفة ويفوت بيها ويقفلها، ويظل بهاي الغرفة ساعتين ثلاثة أربعة، ويرد يرجع ينام جنبها. طبعا حاولت براءة تفهم أنه أنت ليش مثلا أحيانا تقوم فجأة وتروح على هاي الغرفة، وطبعا فاتت شافت الغرفة ما فيها شيء، يعني ما فيها شيء مثير للشك أو كذا. وكانت هي قالت لها، لما قالت لأمها قالت طيب اسمعي، يعني ممكن يكون يسوي شيء أو كذا. ففعلا براءة بلشت تحط إذنها، خلينا نقول على، طبعا من دون ما يدري، بخلصة تجي على الباب مستغربة هذا التصرف من أبو عمر. تجي هيك أحيانا يقوم مثلا يكونون نايمين، ساعة واحدة يقوم فجأة ويروح يفوت على الغرفة. فجت فعلا وحطت خلصة إذنها على الباب. شنو سمعت يا جماعة؟ سمعت زوجها أبو عمر يتكلم، وطبيعي يتكلم طبيعي، ولكن أبو عمر كان يتحدث بلغة أخرى. طبعا هنا قالت لأمها، تشاورا هي وأمها ما، فقالت هي أني بدي أسأله أنت شنو قاعد تحكي، يعني أني قاعد أسمعك وأني بغرفتي. ما قالت له أتصنت عليك، لا، قالت له أنا بغرفتي قاعد أسمعك بس أنت تحكي كلام ما مو مفهوم، ما أفهم عليك. قالها أي أنا قاعد أحكي مع الإمارة في الرقة بالشام، قاعد أحكي معاهم باللغة الفرنسية. قالت له خير إن شاء الله، فعلا يعني تونسي يتحدث باللغة الفرنسية، ربما له شخص له كذا زميل له، الأمور لحد الآن عادي ما في أي شيء. بهذا الوقت إخواني كانت براءة حامل تقريبا، لما صارت بالأشهر الأخيرة السادس أو السابع، فإجا أبو عمر دخل وإذ معاه بنت أو حرمة خلينا نقول ثانية. قالت له مني هاي؟ قال هاي شغالة، سبية هاي شغالة، انت يعني بدي اياش تريحين وتقعدين، وهاي الانسانة تشتغل للشغل البيت. طبعا تقول هي قلت انه لا ما بدي او كذا او شي، المهم يعني فرض هاي الانسانة بالبيت. فعلا بدأت هاي الشغالة تقوم بامور البيت. بعدها فترة حوالي شهر من وجود هاي الشغالة، بالليل لاحظت انه في صوت براءة قعدت من النوم تقريبا خلينا نقول الساعة ثنتين. الساعة ثنتين لما قامت طبعا بشويش شافت انه ابو عمر قايد هاي الحرمة من ايدها وماخذها وطالعين برا، يعني برات البيت. شغل السيارة، ركبوا بالسيارة، شغل السيارة ومشوا. هنا ظلت براءة تنتظر، يعني هنا براءة شنو تسوي حالها؟ تسوي حالها نايمة أو ما هي منتبهة، تحاول تلتقط شيء هي في براسها شيء براءة، يعني شاكة. ولكن راح نشوف هل شك براءة بمحله ولا لا. الساعة 4:30 تقريبا وإلا جاي أبو عمر. لما فات لأليها سوت حالها قاعدة هيش، هسا صحت من النوم، قالت له وين أنت؟ قالها والله أنا طلعت. يعني قامت طلعت قالت له الشغالة وينها؟ قالها أي شغالة؟ قالت له الشغالة مو بغرفتها. شلون مو بغرفتها؟ قالها يعني هنا براءة يا جماعة سوت حالها ما تعرف إنه أبو عمر أخذ الشغالة. قالت له والله مو بغرفتها، قوم شوفها. اجا ابو عمر طبعا سوى حاله مستغرب، هو اللي اخذ بها الشغالة. قال وين راحت هاي كذا، هي شو سوى؟ مو كانت هين؟ قالت له كانت هين، ايه ما اعرف وين راحت.
قال لها معناته هربت. قالت ها هربت يعني ايه، والله ممكن يعني ممكن ترى هربت ايه. الله لا يوفقها كذا. وهي راجعة يا جماعة على غرفة النوم، براءة ضربت عينها على البوط، أعزكم الله بوط أبو عمر، وإلا أرضيته من جوا خلينا نقول فيها طين، بس الطين هذا معجون بدم. يعني لما نظرت للبوط وشافت في يعني أبو عمر دايس على دم، هنا قالت أخذ الشغالة ورجع حذاء أعزكم الله في دم. هنا بدأت شكوك براءة تزيد أكثر وأكثر اتجاه هذا الشخص واللي هو أبو عمر. رجعت قلبت الحذاء شافته ولا تأكدت، خلاص يعني تراب معجون بدم، يعني في دم صاير مع التراب ودايس عليه أبو عمر. قالت له أعزكم الله نعالك شبي؟ قال والله ها هذا نفط. قالت له بس يعني لونه كأنه أحمر. قالها لا لا هذا يعني أغبر التباك يعني. قال هذا نفط، ونفط أحمر يعني. هي متأكدة أنه هو دم، متأكدة براءة أنه دم. قالت خير ما تبلغ على الشغالة كذا. قال لا بكرة أرفع فيها مذكرة بحث وكذا، شلون هاي الحقيرة الكذا هاي تهرب من بيت و... المهم سوى فيلم يعني. الحد الأهن الأمور خارج يعني خارج منظومة براءة، الأمور في خطر ولكن خارجي. لما بدأت براءة تشعر أنه في شيء مو مضبوط أو كذا في خطر، قالت له أني بدي أجيب والدتي تسكن معي، يعني منه الداريني وأني يعني مثقلة حامل، ومنه أنه أستانس معاها وهيش لما تكون أنت خارج البيت. هنا فعلا جاب والدتها وصارت ولادة براءة، وولدت براءة جابت ولد وسموا هذا الولد خالد على اسم خاله. هنا اجا ابو عمر بعد فترة حوالي 10 ايام او 15 يوم. شنو قال البراءة؟ قالها اني رايح على الامارة بالشام. وين الامارة؟ الامارة برق. قالت له خير ان شاء الله، بس قال لها اني راح اطول حوالي 20 يوم او شهر. وفعلا راح ابو عمر على الرقة، وظلت براءة ووالدتها متواجدات بالبيت. بيوم من الايام خلينا نشوف يا جماعة، اتفضلوا معاي شوفوا هالمفاجأة. يعني اني صراحة لما انحكالي هذا الكلام قلت يعني مو يعني ما تصير ما تصير ما تصير هيك. فكرت شنو اللي صار؟ اللي صار ان الطفل هذا الولد اللي اسمه خالد ابن براءة مرض طبيعي، عمره 2 3 شهور مرض الرجال. اخذوه وين؟ على الطبيب. من طبيب لطبيب طبعا هنا بهذا الحكي ابو عمر وين؟ بسوريا. وصار له حوالي 1 شهر 1.5 شهر مطول يعني. فدارت بي من دكتور لدكتور ما قاعد يطلع معاه شيء واضح. فقالوا ناخذه على طبيبة عرب موجودة يعني نشوف بلكي يطلع معاها شيء. يوم اخذوا هذا الطفل خالد على طبيبة العرب. قالت لهم طبيبة العرب هذا لازم تطهرونه، ما في شيء بس طهروا، لأنه لازم الطفل يتطهر مشان ما تصير معاه مضاعفات والتهابات ومن هالحكي. فقالت أم براءة انطهروا احنا مطهرينه يلا تنطهروا. أخذوه على مطهر وطهروا. هنا ركزوا معاي براءة شلون عايشة الموقف وشنو اللي صار معاها. وضع طبيعي بس عند براءة في صدمة العمر. قالت لها يوم
طبعا وهن راجعات شايلات الولد والولد طال قولوا يومين ثلاثة وهي قاعدة مع أمها براء. طبعا تقول لها أمها شبيك؟ دائما براءة مشغولة وتفكر. قالت لها شبيك؟ قالت يما هسع يعني كل الناس لازم يتطهرون؟ قالت لها إيه. شلون يعني؟ قالت يعني المسلمين يتطهرون. قالت لها طيب ركزوا معي يا جماعة، طيب يعني شرط المسلم لازم يكون مطهر؟ يعني هنا براءة خلينا نقول ما تعرف يا جماعة، أكيد ما تعرف. اللي البنت اللي تسأل هذا السؤال مو مار عليها هذا الشيء بحياتها، رغم أنها متزوجة يعني. قالت لها إيه، فرض على كل مسلم أنه يتطهر. قالت لها طيب واللي مو مطهرين؟ يا حبيبي على هالسؤال. قالت لها المو مطهرين انت شفطنش على الطهور ومن المطهر شفطنش على هالسالفة هاي؟ قالت يا إما جاوبيني، اللي مو مطهرين شنو ما؟ قالت لها المو مطهرين تلاقينه نصراني مسيحي او يهودي. قالت شلون؟ قالت لها يهودي. قالت لها يعني كل شي مو مطهر بده يكون يهودي يا مسيحي؟ قالت لها ايه طبعا. وفكينا من هالسوالف، يلا قومي كذا سوي شغلة هاي. راحت براءة، شنو المفاجأة يا جماعة؟ براءة زوجها ما هو مطهر، واللي هو الأخ أبو عمر ما هو مطهر، وبراءة قبل ما تعرف، ما يعني ما عندها هالمعلومة، شلون ما أدري، أنا مو داخلة مخي، بس هاي القصة صارت وحقيقية. هي عاد ركب الشك، يعني المكعب نزل مكانه عند براءة. الشك تبعها أو الغموض، هالة الغموض اللي حول أبو عمر بدأت تتضح. زلمة مو مطهر، رجعت على أمها قالت لها يما، قالت هلا يا يما. قالت لها أبو عمر زوجي. قالت شبي؟ قالت لها مو مطهر. شنو؟ شو تقولين؟ قالت والله مو مطهر. يقول شو تقولين انت شو السالفين؟ يقول والله مو مطهر، هذا امير ودنيا ومنصب مستلم داعش. قالت لها يما والله مو مطهر، يعني والله مو مطهر، شو اريد اقول لك يعني؟ قالت ولا حرف ولا همس، بنوب بنوب ما اسمع منك هاي السالفه، نفسك لا تسولفينها. شلون ما احكي ما اقول؟ قالت لها ما تقولين ولا تحكين نهائيا. الحل؟ قالت لها الحل بس يجي سوي معاه، يعني شلون احنا اذا رحنا واشتكينا يجوز ما حد يصدقنا، يجوز نروح بيها ما نعرف شنو عواقبها. لذلك خلينا يا بنيتي نفكر شنو نسوي. بعدها بيومين أو ثلاثة جاء أبو عمر، اجى على البيت أبو عمر، وبنفس اليوم تعرفون بالليل اجى وبده ينام مع زوجته. هنا براءة ما قبلت وراحت على الغرفة الثانية قبل، وقالت لأمها يوم هذا يريد ينام معي. قالت لها شلون؟ يلا لفيها دبريها. قالت ما تدبر ولا شيء، مستحيل ينام معي. هنا طبعا نوجه تحية البراءة. قالت مستحيل دبريها يا بنيتي كذا. قالت ما دبرها ولا شيء، أني راح أسوي خلاف معاه، ومن خلال هذا الخلاف راح أحرد على البيت أنا وياك، ما في غير هذا الحل. قالت له خير إن شاء الله يلا. راحت براءة ها شبيش ما شبيش كذا. قالت له ما والله أني هاي العيشة ما خرج أعيشها. قال شنو ما تعيشين العيشة هاي؟ شبيها العيشة؟ قالت له هاي العيشة أني ملقوحة صار لي شهرين هنا، وجبت ولادي وما حلفت من ولادي، ورادي يموت ابني وكذا، خلاف طويل عريض تعرفون خلقة الخلاف هذا.
يصير ما يصير قالت له أني ماشية وطالعة ما تطلعين ضربها ردت ضربته كف هي براءة ضربته يعني كان بدها موقف جريء منها طبعا وكذا بس كان بدها إيش تعمق الخلاف ربما أكثر طلعت هي وامها جت امها تدخلت بالموضوع شارتها بنتها ومشى وين على بيتهم يعني لحد الان الموضوع انه مرأة وحردت على بيتها صار خلاف هي وزوجها وحردت على بيت اهلها هنا قال ان شنو راح نسوي وبهذا الوقت اخواني هنا ابو عمر ما راح يترك براءة يعني بده يجي صالحها كذا جمع مرة مرتين كذا قال هددها ضغط عليها كذا قالت له بيناتنا المحاكم أنا ما عاد بدي إياك انتهى الموضوع خلاص ما بدي إياك شلون يصير ما يصير المهم راح الموضوع المحكمة بالمحكمة لما فاتت براءة وأمها وشايلة أولادها براءة شنو اللي صار طبعا القاضي زوجة أبو عمر وأبو عمر شغلة بالدولة يعني مو معقولة راح يردونه فقالها انت زوجة ابو عمر قالت له نعم اني زوجة ابو عمر كان بدها تحكي لكن القاضي هنا خلينا نقول لقف الكباية من راس الماعون مثل ما يقولون شنو سالفتش انت قالت له والله ما يعني ما اريد زوجي قالها ما يصير يعني ابو عمر معروف ونعرفه احنا واكيد ما قصر معاك اكلش موجود وشربش موجود وكذا وتعرفون يعني لذلك تمشين هسع فورا على بيتك يلا ما لك حق علي يا قاضي سحبوهن تفتفوهن براءة وامها مسكينات تفتفوها ورجعوها على البيت هنا ايش بدها تسوي يعني صارت خلاص يعني رجعت بالقوة على أبو عمر مضت أيام وليالي وهي تفكر شنو تسوي طبعا فكرت أنها تروح تشتكي وتقول أنه هذا يا جماعة هيك وهيك وضعه ما راحت ما سوت هذا الشيء ليش لأنه الموقف بالمحكمة زاد خوفها أكثر أنه هم متعاطفين مع أبو عمر جدا الحل قالت لها أمها إحنا بدنا أول شيء نكتشف إيش قاعد يسوي بهاي الغرفة قالت لها خوش حكي شلون نكتشف قالت لها ما عندك أنت وين مفتاح الغرفة هاي قالت لها مفتاح الغرفة هاي دائما بجيبه قالت لها إذن أول خطوة تقومين بيها تتقربين من أبو عمر وتخلينه يتطمن تماما من جهتك وبيوم من الأيام يعني هاي يقول خلوه أخذ لها يومين ثلاثة أربعة أخواني فعلا بوقت القيلولة شالت المفتاح براءة وشالته انطته لأخوها خالد ومباشرة خالد راح نسخ نسخة من المفتاح ورجعت وحط النسخة عدهن ورجعت النسخة هذيك على مكانها بجيب أبو عمر وهنا العملية هاي ما حس عليها أبو عمر نهائيا يوم قام وراح داوم أبو عمر إجن على الباب وفتحن الباب بدأن يدورن بهالغرفة يعني شافن مثلا مبلغ مادي كبير شافن ذهب شافن أجهزة موبايلات ما يعني يبدو أنه ما في شيء بهاي الغرفة بدأني يدور بشكل أفضل بحثا بحثا لما دنقت خلونا نقول وطخت تحت التخت وإذ بي سكينة وما هي من سكاكين البيت صايرة مثل الشفرة أخواني يعني رفيعة جدا نوعية سكاكين معينة لما انقربت دخلت تحت التخت تسحب هاي السكينة اتحركت بلاطة من تحت ايدها يعني وهي قاعد مثل تزحف اخواني اذا فهمتوا علي تزحف هيجد في بلاطة تحركت مالت من مكانها هي نخافت براءة رجعت شنو بي قالت لها ما وهن خايفات مسكينات قالت لها بي هنا كأنه بلاطة قاعد تتحرك يعني
قامن قون حالهن، شيلن التخت، سحبن التخت شوي، جن على هاي السكينة، ولا السكينة هي اللي تسحب بيها البلاطة، يعني تحطها هيك مثل الشفرة وتسحب البلاطة. اسحبن البلاطة، وإذ بالمفاجأة يا جماعة. المفاجأة ما مدن إيدهن نهائيا، يعني هي عبارة عن ثلاث أجهزة مع أجهزة صغيرة، خلونا نقول أجهزة تنصت صغيرة، أجهزة تصوير، أجهزة مثل التلغراف للمراسلة العميقة. هاي يعني هيك أعتقد أن الأجهزة نوعية الأجهزة هي أن ما أعرفن شن الأجهزة هذن ما أعرفنهن يعني. قامن قالن هذن أجهزة معناته قاعد يراسل بهن جهة معينة أكيد يعني مبينات يعني تبع إرسال وكذا، ولكن شنو نوعيتهن بالضبط هن ما عرفن. رجع عن البلاطة بمكانها ورجع عن كل شيء بمكانه وكأن شيئا لم يحدث أو كأن شيئا لم يكن. غفلن الباب وطلعن، واستمرت عادي براءة، ما حسست أبو عمر بشيء. وهو طبعا وهو جاي وهو يروح ما في أي شيء، زوج وزوجته 100%. قامت لما يفوت قامت تصنت عليه يعني بشكل دقيق أكثر، هي وأمها. لما يتنصت يا جماعة اكتشفن فعلا أنه هو قاعد يراسل، يعرفن هذا الشيء من زمان لأنه كان في له صوت وكأنه قاعد يحكي مع جماعة أو شيء. لما الناس كأنه يا جماعة قاعد يحكي، طبعا براءة ما عرفت قبل، كانت تسمعه، بس هنا لما جت أمها وصارت تتنصت قالت لها تعاي تعاي حزينة تعاي، أخذتها على جنب قالت لها هذا قاعد يحكي عبري. شنو عبري؟ براءة ما تعرف. قالت لها هذا قاعد يحكي يهودي، هاي اللغة العبرية ما تعرفينها أنت؟ قالت ما أعرف ما أدري، يقول لي فرنسي. قالت لها لا فرنسي ولا شيء، هاي لغة يهودية مبينة واضحة. المهم هنا قالت براءة شنو الحل؟ إذا اشتكينا عليه يمكن يروح وما يصير شيء وإحنا نروح بيها، خافا من هذا الموضوع. الحل شنو؟ قالت لها براءة الحل، تقول أمها طبعا، الحل أني أقتله. شلون تقتلين وتقتلين نفس وكذا؟ قالت لها بلا نفس، إيش نفس؟ هذا يهودي وجاسوس يعني. قالت لها شلون نقتله؟ قالت لها نقتله بمسدس بشغلة. المهم بعد مشاورات طويلة يا جماعة بدهم يخلصون، يعني هل أم وبنتها بدهن يخلصن من هذا الشخص ما قاعد يعرفين شلون. قالن نسممه، نحط له سم ونقفل عليه الباب، هاي خطتهن. يعني بعد ما تحطي له السم طبعا تريحين ويشذ والشربين مشروب اللي يحبه، وتحطي له هذا المشروب سم، وسم نوعية قوية، جابن نوعية قوية وحطن له السم فعلا، وعلى أساس تاينامون لما شرب أو بدأ السم يأخذ مفعوله. هنا أبو عمر حس، أول ما حس قامت براءة ركضت طلعت من الدار وقفلت الباب. يوم قفلت الباب اجت أمها، أمها شايلة المسدس، حاسبات حساب أنه ممكن يكسر الباب، ممكن يطلع عليهن، فإذا طلع خلاص يعني. شوفوا يا جماعة الله يعينهن، يعني إذا طلع عليهن خلاص نقتل المسدس، يعني ما لهن جرأة يستخدم المسدس، بس قالن إذا طلع علينا خلاص يعني لابد. فعلا يعني كاد هو يوصل للباب لما نبلش السم وعزكم الله يتقيأ ودموعه من عيونه ويتألم ويصرخ وكذا. يوم يوصل على الباب يضرب الباب يريد يكسر الباب بس ما يقدر. تخيلوا هن موقفهن برا واقفات وخايفات، لا يقدر يصيحن يلم من العالم، لا يقدر يسوي شيء. شوف الموقف يا جماعة. المهم براءة شو تسوي؟ لمني حكي ويصيح الدور من الشباك، من الشباك، الشباك حديد قوي، فاتح الشباك وتحكي معاه، تقول له موت يا كلب أعزكم الله، يعني تقول له موت يا كلب يا يهودي يا كذا يا جاسوس يا تعرفون، يعني تحكي معه.
وهو ايش يجي يحاول انه يهد الشباك، يحاول ينتقم منهن، يحكي عليهن، وبنفس الوقت يوم يجي يريد يضرب الباب، هو مستهدف الباب يا جماعة، يرجع شوية بس ايش قواه خايرة يعني ما في عزم، يرجع يريد يضرب الباب يرتمي بالقاع، وهي شنو تحكي عليه يعني بردت قلبها كل هال مثل ما يقول هالسنين اللي. المهم تقول له موت يا كلب، موت يا يهودي، موت يا جاسوس، موت يا، وتحكي عليه. هنا لبين ما تأكدت انه تماما خلاص فارق الحياة ابو عمر. قالت لها استني لا تفتحين الباب امها، خلينا نتأكد تماما 100% انه انتهى، بلكي مسوي موقف ويقوم علينا وشن نسوي، يذبحنا اثنيناتنا. وفعلا ظلن خلنه الى الصبح يمكن 6-7 ساعات على نفس وضعيته ما تحرك، لبين ما تأكد انه مات. هنا شنو سوت؟ اجت وطلعت هي وامها على نفس المحكمة. راحن على المحكمة، وين راحت؟ راحت على القاضي، طلبت القاضي فلان. من القاضي فلان؟ القاضي اللي قال يلا ترجعين على بيت زوجك وزوجك مو مقصر معاك وكذا. المهم بس ايش بعد ما تأكدت انها قتلته، يعني شوفوا يا جماعة هي بدها هي تنتقم منه. المهم اجت على القاضي السلام، قالها عليك السلام، قالت له اني زوجة الامير ابو عمر. قالها نعم عرفتك عارفك يعني، ها ان شاء الله رجعتوا لبعض كذا. قالت له لا والله اني قتلت ابو عمر اليوم. شلون؟ قالت له والله مثل ما قاعد تسمعي اني قتلته. شلون قتلتي شو تقولين؟ قالت والله قتلته. قالت له قبل لا تتصرف وقبل لا تسوي اي شيء، اول شيء اسأل لي، خلاص اسمعني، اني جادة فعلا اني قتلت ابو عمر، بس مشان تعرف ليش لازم تسمعني. قال هيا يلا هاتي تشو شنو بي. قالت له اول شيء اسأل لي عن السبية فلانة وينها. قال وش علاقة السبية؟ قال له اسأل لي عن السبية الشغالة الفلانية وينها. كلم طبعا الامن او الكذا وقالوا له الشغالة طلعت وين؟ طلعت لازالت ببيت ابو عمر، يعني على حد علمهم انه لازالت ببيت ابو عمر. قالت له لا ما هي عندنا ولا كذا، وهو راح اخذها من حوالي 6 شهور تقريبا وتخلص منها صفاها ورجع قال لي انها هربت. ليش؟ قالت له لانه كشفته. قالت ايش كشفت بي؟ قالت كشفته انه هو يهودي وجاسوس لليهود. قالها ابو عمر شو تسولفين انت ابو عمر وكذا وهيش. وقالت له لا ابو عمر، وحتى يعني مشان اوضح لك خلي اللي معاك يطلعون. وفعلا قال الاشخاص، القاضي كانوا معاه شخصين كأنه كاتب ومعاه شخص، طلعوا برا. قال هات يا بنتي شنو عندك؟ قالت له ابو عمر هذا اللي تقولون عليه. قالها ايه. قالت له مو مطهر. قالها شنو مو مطهر؟ قالت له والله مو مطهر، وابو عمر يهودي ويراسل، في عنده اجهزة بالبيت موجودة يراسل من خلالها جهات احنا ما نعرفها ويحكي يهودي. قالها لا مو صحيح انتي على السجن كذا. قالت له لا صحيح صحيح، وروحوا شوفوا وتأكدوا. وفعلا راحوا وجابوا الجثة وإذ بأبو عمر فعلا مو مطهر. دخلتهم على الغرفة وإذ بالأجهزة، أجهزة التجسس كان يراسل بها جهة، عرفوا الأجهزة ما عرفوها مو مهم، المهم اكتشفوا أنه فعلا هذا أبو عمر كان جاسوس إلى إسرائيل، وكان يراسل بهذاك الوقت أول بأول كل يومي بشكل يومي، لما كان يروح على الغرفة ويقعد لحاله كان يراسل جهات يهودية. وطلع هذا الشخص فيما بعد لا هو تونسي ولا شيء، الشخص هذا فرنسي
ولكن محتك بأجالي العربية ومغلبها أغلبها من المغرب العربي، ويتقن لهجتهم، يعني هو لا تونسي ولا شيء. وهنا أخواني تبلغت جميع الجهات الأمن وما أمن أنه هذا الشخص فعلا بعد ما كشفنا عليه طلع فعلا ممطهر ويملك أجهزة، وكان يراسل جهات معينة، وكانوا راح يشوفون إذا في أشخاص مرتبطين معاه أو لا. وبهاي اللحظة أخواني قالوا هنا طبعا تحاكمون براءة. فإجا واحد من القضاة وقال هاي ما تتوقف دقيقة واحدة، دقيقة واحدة ما تتوقف، وكانوا بدهم يوقفونها قال دقيقة ما توقف. وفعلا بعثها وطلعها على البيت، قال هاي براءة على براءة، هيك قال، وما تتوقف ولا لحظة. ورد هذا القاضي راح عليها على البيت وقالها يا بنتي هذا مبلغ مادي، عطى هذا المبلغ البراءة، وقالها يا بنتي بالنسبة لابنك هذا ملكك انتي، وربيه على دين الإسلام على دينه، وصح هو من رجل يهودي ولكن خلاص ربيه ابنك هذا، ويا بنتي إذا تريد تطلعين، يعني كأنما لمح لها أنه روحي اطلعي سافري على أي مكان وهذا المبلغ يكفيك. وفعلا راحت براءة وسافرت على مكان ثاني. هذه سالفتنا اليوم، وإن شاء الله نكون نالت أو حظيت على رضاكم واستحسانكم. إخواني وخواتي لا تنسوا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.